فداء رح اعذبك شوي، ممكن تطلعي لي بندوره؟ تكرمي اختي. ستنا الوالده انت عم تشتغلي؟ تفضلي استريحي، انا باخذ الشاي. حطلك من هاد؟ ما بدي، انا ما رح اكل. بس لازم تاكلي. شو ارهام بعده نايم؟ اكيد ما نمتوا ابدا بالليل ما؟ صباح الخير. صباح النور. صباح النور. يلا اقعد خليني صب لك شاي، هلا بيجهز الفطور. لا انا طالع فورا. اقعد بولاك، بالاول كل فطورك بعدين في حديث لازم نحكيه. قلت لهم انا بقصرها بس ما سمحوا لي، حضروا لنا فطور كثير مشهي بالجنينه. يلا روح. شو ما بدك تغير ثيابك؟ لا. فكرت بولات، ما بنقدر نحمل البضاعه من مستودعنا، سواش بيصير له خبر فورا. انت بالاول استاجر مستودع تاني بلا ما يكون قريب من تبعك. اختي ولازم نبعد اشرف من هون، دبر له شغل بوان وخليه يروح، لاقي لي رجال صادق بتثق فيه. اختي لا لا، قلت لك ما بقدر اعملها. يا ما بقدر، ما عم تفهميني، انا لا يمكن اشتغل شغل من ورا سواش ابدا. بولات بكفي تجنني، احمد مورا بكره او بعده رح يجي يدق على بابنا مشان نشحن له البضاعه. انا ما عندي وقت ضيعه بالدلال. انا ما عم بتدلل بنوب. بولات بدك تحرق ابنك؟ ابني ما له ذنب، كل شي ببين وبينعرف مين كان المذنب. بولات انتبه لحالك منيح شو عم تحكي. انتبه، ما بدي شغلة الفوترة. لا، مئة مرة قلت لك انا ما برمي ابني على النار. اذا بيحترق مصطفى بيحترق خلدون، حط ببالك. ابن اخوك بريء وبتعرفي هالشيء. انتي بولات بولات فداء فداء اركضي. بولات بولات طيب كتير. شوف هاي شغل بودروم، امي بتعملها كتير طيبة. عجبتك؟ كتير طيبة. انت دوقي هاي الجبنة، عنا بالبيت بنعملها طيبة كتير، بلدية جايبينا من نواحينا. بسرعة يا شباب، شو حالك؟ شوي شوي ماما تشوفك ما رح تجي. خليها مع الولاد بعدين بتجي. دخيلك يا بنتي، لا تحسس الولاد بشي بلا ما يخافوا. رح اتصل بسواش بسرعة. ما عم بيرد، يمكن ما عم يسمع.
تفضلنا الغرفة لو سمحتوا. حضرتك تفضلنا الغرفة رجاءً. كيف هولا؟ ممكن تفضلنا الغرفة إذا بتريدوا. ماشي ماشي يلا رجاءً اطلعوا لبرا مشان لو سمحتي تعي معي. بعدين عملت هاي الحركة ونحن كلياتنا كنا عم نعمل وراها ونقلدها. هاي المدربة كانت على طول عم تحكي، قال بدكم تغمضوا عيونكم. شوفي جايني 12 مكالمة. طمنا طمنا بابا. الو سواش. شوفي مرت خالي سواش، نحن بالمستشفى. ليش؟ صار مع خالك أزمة قلبية. شو؟ من إمتى؟ من الصبح. ماشي مرت خالي أنا جاية فورا. شو صار؟ صار مع خالي أزمة قلبية. شو؟ خالك بلاط؟ كيف وضعه هلأ طمني؟ ما بعرف إنه بالمستشفى. خلدون ماما حبيبتي. ألو أمور أغا أشرف، بأي مستشفى أنتم؟ نحن بمشفى النعيم. مرحبا أختي، كيف صار هلا؟ قال الدكتور تجاوزها. سلامة قلبه وعليه العافية. الله يعافيكي. سواش مرت خالك وتششك عنده. عليه العافية مرت خالي. تسلم. مرحبا سواش. كيفي؟ أهلين. عليه العافية. الله يعافيك ياسمين، رح يتعافى إن شاء الله. شو قال الدكتور؟ قال إنه لحقناه بسرعة وهن عملوا اللي عليهم، بس الله عليم شو رح يصير. شلون يعني؟ لهلأ لسه في خطورة عليه، ما بنعرف شو رح يصير، يمكن يقرروا يعملوا له قسطرة، وإذا ما صارت القسطرة ما بعرف شو رح يصير. سواش الله يحمينا، إذا صار شي على خالك شو بنعمل؟ لا إن شاء الله ما رح يصير شي. أحمد آغا، ديمتري جاي من صوفيا، جاي يحكي معك. فهمت الموضوع؟ عزوم تهرب من الموضوع، لهلأ ما في منك خبر، رح ياخدوا ضاعة من غيرك. شوف أخي، صار لنا كل هالوقت عم نشتغل سوا، رح أبعتلكم البضاعة خلال أسبوع. خلال أسبوع؟ إيه نعم أكيد. دفعوا دفع على الحساب. ديمتري دفع دفع، بعد ست أيام بتكون البضاعة مستودعكم. أنت متأكد؟ إيه متأكد. وإذا ما وصلت أنت بتعرف شو بيصير. أنا اسمي أحمد مورا، بحياتي قلت شي وما عملته لهلا. إيه تمام. ست أيام. إيه اتفقنا. يلا روح. لوين رايحين؟ بدنا نتغدى. إنا عندك غدا. يلا بخاطرك. مع السلامة. أخي أنت شو عملت؟ أنا شو عملت؟ أعطيتهم تاريخ محدد، بلكي ما حسننا نبعتها بست أيام. أهل بلدار لهلأ ما قالوا نشحن. ريح حالك أخي ريح حالك، بيوافقوا. أغا؟ أغا سمعت؟ شو؟ بولات صار معه أزمة قلبية. أمي وينها؟ تعبت شوي، قلت لها تروح على البيت، راحت قبل ما توصلوا بشوي. شو بدها تعود تعمل هون؟ مزبوط عملت منيح. طيب شلون صار؟ هيك صارت فجأة؟ ما كان عند خالي مشكلة بالقلب؟ والله أنا كمان ما فهمت يا ابني، كان عم يحكي مع أمك بالغرفة،
وفجاه سمعت صوت امك وهي عم تصرخ. طيب تحتاجوا شيء من جنب دكتور من برا؟ ما في لزوم، الدكتور هون منيح كتير سواج. وانا هيك سمعت. ماشي، هلا بس يجي الدكتور بنشوف شو بيقولوا بعدين بنفكر شو بدنا نعمل. ماشي، لا نمشي نحن لك، انا بوصل ياسمين وبرجع. ماشي سواج، تسلم ياسمين، تسلمي بنتي. العفو، مرة تانية علي العفو. الله يعافيك. خاطرك شوفك. شيشة تعيش رهشة. ممكن نحكي شوي اذا انت بالبيت لاجي؟ تعال اشرب شاي اذا بدك وبعدين روح. ياسمين شكرا كثير حبيبتي، انا بتشكرك كثير لانك وقفتي معي. انا اللي لازم اتشكرك لانك اخذتني معك لعند خالك قدامهم، مسكت ايدي، يعني عاملتني كاني مرتك وكاني وحده من هاي العيله. لا تحكي هيك ياسمين، انت عيلتي. انت خطيبتي ياسمين وراح تكوني مرتي. يلا روح حنان بحاجتك هلا. اجوا عالمستشفى ماسكين ايدين بعض كأنه عم يفرجيها لتشت شكرانه. ماشي، صار واش اغا هو هيك بده، قلنا هو بيعرف القصة، بس هي ما بتناسب لا الرجولة ولا التقاليد. العيلة بتجي قبل كل شيء ستنا الوالدة، إذا بيتجوز هالبنت العيلة بتتشتت. مشان هيك رح أعمل اللي طلبتي. بلش لي من بودرو من عند أمك. ماما أنت كمان رجعتي؟ ايه، مشان شوف الاولاد اذا بدهم شيء. على كل حال تشيشك جنب برد خالي. منيح، دخيلك نازان الهيلي بلين شوي. ماشي، انتو شو عم تحكوا هيك على هسي الهسي؟ شو بدنا نكون عم نحكي نازان؟ عم نحكي عن وضع خالي. انا اسمحي لي ستنا الوالدة. روح شوف شغلك، يعني بكرة ان شاء الله رايح على وان. ماشي، انتو خليكن هون. ما فهمت لقدام بتشوف هونيك. شكرا. العفو، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو رقم غرفة السيد بولات عبد القادر؟ 4303 طابق ثالث. شكرا. Thank you.
عليكم علي العافية. أهلين أغا. بابا علي العافية فدا خانو. شكرا الله يعافيك. شلون وضعه هلا؟ الدكتور عم بيقول انه عم يتحسن، عم نستنى هلا عم بينيموه حتى يشد حاله. بطيب بطيب وبيقوم. بولات رجال قوي، ريحي قلبك. عم نحاول بس مو سهله ابدا. قال لو متاخرين نص ساعه كمان ما كانوا قدروا ينقصوا. فدا خانم، نحن قريبين ولبعضنا. اذا بتحتاجي اي شيء، طلباتك اوامر. تسلم احمد اغا، الله لا يحرمنا منك. تفضل استريح. لا بلا ما ازعجكم، برجع مرة تانية. مثل ما بتريد. شكرا على جيتك. واجبنا. كيف وضعه؟ مبين خالص مربط بالآلات، شكله تعبان كتير. هي ما كان بالحسبان. أيوة شو بنعمل هلا؟ صواش مستحيل وافق على هي الشغلة، ورحت أعطيت تاريخ للبلغار. جماعة رح يفهموا نوبة قلبية، ما رح يحلوا عنا. انتهينا، اسمع مني. سكوت جمال سكوت، أنا بعرف شو عم بشتغل. افتح الباب. برهان يسلموا. صحة وهنا. امتى بدنا نروح على وان؟ بدها تيجي بنت من الضيعة لهون، رح علمها على الشغل شوي بعدين بنروح. ما بقى عندي صبر. ايه طول بالك، يعني مالك مرتاح هون؟ الهام حابب يتقوى ببيتنا. ماشي هات. السلام عليكم. اهلا وسهلا اغا. وأهلين فيكي. صواش بالبيت؟ لا راح لعند الخال بولات. بنتي خبري شانو الخال ومني جيت. حاضر تفضل. الو مين عم يحكي؟ نازان حبيبتي. بورا هذا رقمي جديد، احفظي. نازان حبيبتي انا اشتقت لك كثير. بورا اسمع لبقت تتصل فيني. نازان سامحيني، طلعت قاسية كثير هالمرة يا شي عجيب. نزلت اسهمنا كثير عندها. شو هالقصة؟ نازان نازان بترجاكي، على الأقل لا تحرميني من صوتك. بترجاكي بورا لبقى تتصل فيني. أنت دمرتني. بعرف أنا غلطت كتير بحقك. أنا ما بقدر استمر معك، هذا قراري. أعطيني فرصة تانية، ما عم بقدر أعيش بلاكي نازان. الدنيا ما عم تمشي بلاكي. شلون يعني أعطيك فرصة؟ عم قلك دمرتني، انتهى الموضوع. شو ما قلتي معك حق،
أنا ندمان كتير، بس هلأ فهمت الحب بيقدر يغير كل شيء. رجاء رجاء أعطيني فرصة. يسلموا بنتي. صحة وهنا. ايه شايف شو رح يصير هلا؟ أعطينا مهلة وخلصت المهلة. مهلة شو؟ أخي بالمستشفى عم بيصارع الموت وأنت قاعد عم تحكي لي بالمهلة؟ وأنا في شي عم صارع شاه نور خانم. الدنيا ما رح توقف لأنه بولات نايم بالمستشفى. بضاعتك رح تنشحن، اصبر شوي. استنى لحتى يشفى بولات ويقوم على رجليه. يعني شهر على قليلة. أنا ما بقدر استنى كل هالقد. أنا وعدت البلغار تكونوا بضاعتهم بصوفيا على الأكثر بعد 6 أيام. هاي الشغلة ما فيها مزح. فيك تحكي معهم، اطلب مهلة. أنت عم تتمسخري علي شاه نور خانم؟ شو بقدر أعمل أحمد آغا؟ أنت اللي بتعرفي شو بتعملي. سواش ما رح يشحن البضاعة، مستعد يسلم أخوه بإيده للشرطة، ولا يمكن يعملها. ومين عم يحكي عن سواش؟ أنت بنادوك شاه نور بلدار؟ أنت خانم آغا، مرت نظيف آغا، أنت اللي بتعرف الشغل. إن شاء الله دايما. هدول تصورناهن يوم وصلنا على إيطاليا، ما بتتذكر؟ رحنا بالقطار على روما. انبسطنا كتير وقتها. كان المحل مليان سواح. معناها بدك تتركيني لحالي. لا تقول سواش، مالك لحالك. ياسمين موجودة، بعدين فلاديمير رح يجي كتير. شو علاقة فلاديمير فيكي ناديا؟ يعني أخذتي قرارك؟ أصلاً إيطاليا بالنسبة إلي بيتي الثاني سواش، تعرف كتير بشتقلها. رح ترجع على المحل اللي كنت تشتغلي فيه؟ حكيت معه، قالوا تعالي فوراً. طيب منرتب الشغل وهيك، ما بكون تركت الشغل ورحت. لا تشغل بالك، تعال لسلمك باليد بعض الوراق المهمة. لوين؟ بدي أعطي هدول لسواش بيك، في شي بدك تبعتي له يا؟ لا شكرا. سواش بيك بغرفته شي؟ بغرفة الست نادية. رح حط هدول على طاولته. احطهم. إذا بدك قولي عني أنا واحد تافه، بس لا تدري لي ظهرك ناصان. الله يخليكي. حسستني بقلة قيمة كتير بورا، كذبت علي. مزبوط، كان بيناتنا علاقة أنا وسيفكي من زمان كتير. انتهت القصة بس ما عم تحل عني، انهزمت قدام ضعفي. صارت مرة واحدة ناصان، وما رح تصير مرة تانية أكيد. بس أنا حبيتك، ما عم تفهم؟ حبيتك نظان. بعد ما تركتيني عرفت قديش أنا بحبك.
في كتير رجال هيك ما بيفهموا إلا لبعد ما يخسروا. أنا طلعت واحد منهم. الله يخليك اسمعيني نازان حبيبتي، أنا تغيرت، أنت يلي غيرتيني، أنت المرأة الوحيدة اللي بحبها وبدي أعيش حياتي معها، ما عم بقدر بلاكي. أنت تغلغلتي بدمي وروحي نازان، سيطرتي على روحي. ما بعدت عني هذا أبدا، تفرجت عليه مرات كتيرة وتذكرتك نازان. رجاء أعطيني فرصة تانية، رجاء نازان، رجاء. وقفي، أنا بحمل عنك. أورهان تعال شوي لعندي ابني. انت بزماناتك قبلت تفوت على السجن بدل المرحوم كمال، وانحبست بداله 4 سنين وما فتحت تمك. شكرا. واجبنا ست الوالدة، نظيف آغا هذا اللي شافه مناسب. في إلي شغلة تانية عندك. تأمري أمر خانوم آغا، بنحبس مرة تانية مشانك. لا، هاي المرة ما رح تنحبس، بدي اياك تصير دراعي اليمين. شو رح أعمل؟ رح نشحن بودرة نحن الاثنين، ما حدا رح يصير له خبر حتى إلها. عشا بجنن. أصلاً أنت اللي بتجنني. إيه ما بدك تفوت؟ مرة تانية بدي روح المستشفى وشوف خالي. في شي أخبار جديدة؟ أحسن اليوم، بدهم يعملوا له قسطرة. منيح، يلا تصبح على خير. وأنت بخير. بما هيك؟ مرحبا. انت ليش اجيت؟ محمد روح من هون وحل عني بقى. انت كيف عم تحكي معي هيك؟ مو على اساس نحن اصدقاء؟ لا نحن ما لنا اصدقاء ولا شي، ما عم تفهم؟ روح من هون انقلع. بدي اشرب قهوة رجاء، قهوة وبس. حاجة تخبص احسن لك. رجاء بعدين بدي اقول لك شغلة. عم اقول لك انقلع من هون. ما بدك تسأليني شو بدي اقول لك؟ وشو ممكن تقلي يعني؟ توثقي كتير بصواش بالدار ما هيك؟ يعني الصور كتير عادية، هنا أصدقاء من زمان. بس انت ما شفتي اللي شفته ياسمين،
شو شفت؟ عم يتباوسوا سواش ونادية. سواش عامل علاقة معكم انتو الاثنين. أنا ما عندي استعداد اسمع كذبك أبدا. ياسمين صدقيني رح تندمي كتير. لا تقولي ما قال لي. حاجة تخبص بقى وروح من هون. انت شو عم تعمل هون؟ روح من هون. انتي إلي ياسمين، انتي إلي، ما رح أتركك لحدا. ياسمين انتي إلي أنا بحبك. فهمي بقى، ما رح أتركك لحدا. بعد عني، بعد عني ياسمين. والله العظيم بقتلك ياسمين. روحي، انتي فهمتيني غلط. قلت لك القلع، ما بقى انتي شوف وشك أبدا. أنا بحبك ياسمين وما رح أتراجع عن حبك أبدا. روح فورا. ماشي، أنا رايح. صار أحسن الحمد لله. الدكتور متفائل كتير، قال رح يطلع منا بقسطرة، ما في لزوم نعمل عملية أبدا. كتير منيح سواش. انت كمان هون ابني؟ كيف خالي؟ ان شاء الله صرت احسن. ايه الظاهر انه ختيرنا يا ابني. لا تحكي يا خالي، لساتك شب. ليكون عمل لك شيء الله لا يوفقه. ها لما سحبت السكين هرب وراح، بس كان رح يعمل سيفقي، رح يعمل يعني إلا شوي كان رح يعتدي علي. يا روحي أنا، يا روحي أنا. ياسمين ليش ما اتصلتي بصواش؟ شلون بدي اتصل فيه؟ شلون بدي افسر له اللي عم بصير؟ أصلا من غير شي لما بيعرف إني مخبي عنه ابننا رح يقوم لأيامي، وإذا عرف إنه محمد كان خطيبي ما بقى يسامحني كل عمره. اسمعي، بتقلي له ما بعرف إنه عم يشتغل عندك. محمد رح يقله واطي هادي بيعمل كل شي. بس خلاص أنا ما بقى بدي أكذب على صواش. أنا ما عاد أقدر أكذب، ما عاد أتحمل كل هالكذب، صرت كاذبة عليه أكثر من اللازم. سيفقي الله يوفقك، معلش تضلي عندي الليلة؟ طبعا 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 ببقى. شلون بدي أقدر خلص حالي من كل هالكذب سيفقي؟ آه يا ياسمين. مصطفى ما بتطلع عن شور معلمك ابدا. خلدون وانت ابني انتبه منيح لتروح. حاضر. يلا لشوف. يلا. ايه اورهان، الحمد لله على السلامه. شلون طعمه الحريه؟ شغله عظيمه اغا، في احلى من الحريه. بدك تاخذ الهام وتروح البلد؟ اذا مكتب لنا اغا. خير، المسكينة استنت كتير. ماما قال بعتي أشرف على وان مرة تانية، ما هيك؟ شوف الخير سواش، قال جده مرضان كتير، اتصلوا فيه وقالوا له تعال اطلب منه السماح. ايه امتى انجبرت ابعته، خاصة بهالفترة الضيقة وخالك بالمستشفى مو مبين وضعه. منيح، يلا بخاطرك. مع السلامة ابني. حبيب شكته انت. حبيبي يا وشني، شو بدي ياكل حبيب قلبي؟ ها برافو. يلا يلا نشوف، يلا الا لتيتا جوعان. يلا حبيبي يلا. يا عمري انت يا حبيبي، حبيب شكته. أورهان تعال شوي.
الكود هدول. استأجر فيهم مستودع كبير بتدخل فيه شاحنة. اصلا انت بتعرف شلون بيكون الشغل. قليل ما عملت على زمان نظيف اغا. ماشي ستنا الوالدة، انت لا تشغلي بالك، عن اذنك. اورهان شوفي، ليش ست الوالدة كل شوي بتبعت لك؟ ابدا، عم نحكي شوي. اورهان ما يكون بدها منك تنحبس محل شي حدا قلي. لا، شو علاقتها هي؟ شو في شغلك انت؟ أنا احمد اغا ماشي رح ننقلها. حملوا البضاعة انتو. واخيرا يعطيك العافية. تعي لهون ديلان. أنا ما عم صدق، أنت رايحة عن جد؟ أي نعم. فكرت ممكن تصير شي معجزة بآخر لحظة وتبطلي تروحي. ما عم بستنى معجزة ديلان، أنا حابة أروح. رح أشتاق لك كتير. وأنا كمان، من أول يوم كنتي واقفة جنبي. شكرا. لا تعذبي حالك، أنا بنقلهم على السيارة. شكرا. أنا آسف، كنت سكران كتير، ما بعرف حالي شو عملت، أنا آسف كتير. ذوق على حالك بقى، عملك ذوق ذوق ذوق. ياسمين هدي حالك، نحن أصدقاء. هاي قصة الأصدقاء انساها. شوفي بلا ما نجرح بعضنا ماشي؟ إذا ما بدك يعرف سواش بالدار إنه عندك ولد، هدي حالك. أنت مفكر إنك عم بتخوفني بتهديدك؟ أصلاً أنا هلأ رايحة أقول له محمد، أنا رايحة فوراً أقول له. ماما خير؟ في شي مو منيح؟ ما في شي. انا طالعه لبرا شوي. منيح طلعت. انا رايح. طيب بس رح اخذ حبك معي وخليه بقلبي، وكل ما لمست هذا الجرح رح اتذكرك. انا قطعت شراييني مشانك سواش، بس مع الاسف انت اللي انقذتني من الموت. نادية لا تقولي. يا ريتك ما انقذتني سواش. اذا ما بدك تفهم حبي، ليش انقذتني لك؟ ليش حكمت علي أعيش بدونك؟ استناني شوي وراجع. اكرمي يا خانم. اهلا وسهلا. اهلين. اهلا وسهلا. مرحبا، سواش بيك بغرفته؟ ايه بغرفته، تفضلي. شكرا لك. كنت تعرف ما هيك؟ اني دائما حبيتك واني بعشقك. نادية، نادية رجاءً، أنا عم ترجاكي.